استمر المعركة بالاستهداف. كان الليلة في إفطار لكتيبة البراء، كتيبة من الكتائب المساندة للقوات المسلحة وعندها دور في الميدان والناس بيعرفوها. حصل عندهم فطور في عطبرة. أعلنوا عن الفطور وأنا شفت المنشور حقه، يعني بعد الحادث شفت المنشور والناس بدوا كده يعني يلفتوا الأنظار يعني. فأعلنوا عن الإفطار والناس كانوا فيه أطفال ونساء ورجال ومقاتلين وضيوف ومدنيين وكله. وجميع الضيوف من الأجهزة الأمنية الثانية المشاركة في عطبر يعني، فكانوا حاضرين في الإفطار وحتى في لايفات من الإفطار اتنقلت. وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يعني زي ما قلنا المعركة دي هي معركة خير وأمر المؤمن كله خير. فجاءت طيارة مسيرة، الكلام بيقول إنها انتحارية، أنا طبعا ما بعرفها يعني، ما هعرف انتحارية إلا أشوف إنه على المروحة بتاعتها. بنشوف الانتحارية دي ما فيها يعني مثلا شكلها مختلف، بتجي شال الدانة بتاعتها والكاميرا وطوالي بتخش. في ناس قالوا طيارة مسيرة جات على بعد مسافة بتاعت 4 كيلو و900 متر في فندق في حتة ما. ناس قالوا يا أخي الله المسيرة دي جات من العكاد بين الدامر وبين عطبرة والمسافة بتاعت 20 دقيقة وكلها في الصدمة الأولى الناس مفروض تثبت. يعني إحنا المعركة دي علمتنا الثبات، إحنا في حرب أول حاجة وما بنفتش أعذار عشان نقول والله عندنا شهداء، والله يا أخي حصل خطأ إنه والله الناس كانت بتاكل وبتعبد الله وفي صلاة المغرب جات مسيرة ضربتهم. احنا في معركة، ممكن نموت في عطبرة، ممكن نموت في ارتكاز هنا في بحري، وممكن نموت في سلاح الإشارة. عندنا شهداء الليلة وشهدانا دماء ما وقفت في بابنوسة. احنا في معركة وفي حرب، بناخد الحاجة دي من باب القوة وباب إنه احنا نعزز موقفنا وناخد كل ما تحصل أخطاء زي دي قاعدين نمشي بها خطوة. سقطت مدني لكن قام السودان كله، انسحبت القوات المسلحة بس من كوبري مدني في ساعة ونص، لكن اتجندت أكثر من 400,000 مقاتل في جميع الولايات. إحنا أمر المؤمن كله خير. الحصل في عطبرة إحنا هندرس وحس ونتكلم فيه ونمشي به، وقدام عطبرة حتنضف بإذن الله، والدامر حتنضف، والشمال ده كله نهر النيل، وأي زول مقصر حيحاسب. إذا الناس تراخت بعد المسؤولية بتاعتها، دايرين الدعم السريع يجيكم. أنا ما بتكلم مع الوالي ولا بتكلم مع قائد الحامي ولا بتكلم مع البراء ولا قيادة البراء. اللي بيحصل ده الان احنا في معركه في المقام الاول بسم الله الرحمن الرحيم، الناس تثبت. اول حاجه احنا في معركه، ممكن احنا الطياره دي تضرب في بورسودان وممكن تضرب في القياده العامه وممكن تضرب في القصر الجمهوري، ممكن تضرب الهجان وممكن تضرب في مدني ما مدينه وادعه كانوا فيها الناس عاديين زي ما قاعدين في عطبرة. حسي تسلل الدعم السريع عن طريق التخاذل، عن طريق الوالي، عن طريق الحمية العسكرية، عن طريق انه ما كان في سلاح، ما كان في قوة، تسلل الدعم السريع. الدعم السريع ما دخل مدني بس كده الصباح صحوا له، لا، كان في مراحل زي بتمر بها حسي عطبرة. اذا صحينا وعينا مرحب، ما صحينا وعينا بكرة عطبرة بتسقط، حتشوف القوات المسلحة حتنسحب من الكوبري. مفروض احنا نشوف الخطأ اللي حصل شنو. طوالي احنا حنتفر قدام، احنا ناس مقاتلين محاربين. احنا ناس مقاتلين محاربين. الحصل شنو في الفطور؟ والله طلعت معلومات صرفة قالوا انه هي مسيرة انتحارية. انا مالي ومال انتحارية، انت الجهة الرسمية؟ لا. طيب يا اخي الطيارة دي قالوا يا صرفة جاية من العكد، انت جهة رسمية؟ لا. احنا دارين الجهة الرسمية تتكلم، دارين جهة رسمية تتكلم. احنا والله يا صرفة الموضوع ده ما المسألة العسكرية، الترتيبات والمعلومات الاولية، المعلومات الاولية عندنا ناطق عسكري، البراء ده العساكر عنده ناطق عسكري والقوات المسلحة عندها ناطق عسكري. والله في فيديو البراء بيتكلم مع الناس، أول مصباح بيتكلم مع الناس في المسجد، ربنا يحفظه وربنا يغطي عليه وربنا ينصره. أنا داير الناطق الرسمي، المصباح طلع كويس، الشهداء دي ماتوا كيف، إحنا دارنا نتكلم مع أهلهم، دارنا نوصل لهم رسالة إنه حق أولادكم ده ما حيروح سي، ما زي عثمان مكاوي، ما زي الشهيد في اللواء في الفرقة 16، ما زي لا إحنا حق النازل، دارنا نوريهم إنه والله حقكم ده محفوظ، حق اولادكم محفوظ. داير نشوف الموضوع ده من وين، انا داير جهه رسميه تتكلم معي. حادث عادي في المعركه بيحصل، مكون الغرفه الاعلاميه حاضره، السلام عليكم. وعليكم السلام. وصلنا الان نبأ سقوط طائره مسيره داخل قاعه بتاعت مناسبات فيها مواطنين مدنيين، وقعت في الحته اللي فيها
الاطفال وفيها النساء، دي جريمه حرب اول حاجه، وده ارهاب اول حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، ده ارهاب، استهداف مدنيين. ده لكن انت ليش طوالي خدت النقاط في الحروف؟ والله صرف الناس مشغوله، جاري في المستشفى، اي زول في شغله، لكن جارين كلكم المستشفى، انت سايق عربيه اسعاف؟ لا انت طيب مش ضابط مقدم ولا بتاع، ما تعمل لي تقرير. طيب اعمل تقرير، وين التلفزيون حقكم بتاع برا؟ ما انتوا شايفين الخرطوم حصل فيها شنو؟ شفتوا مدني اللي حصل فيها شنو؟ عبر قاعدين نتكلم على الارتكازات، كل زول يمشي عبر بيشكي من عبر والارتكازات. حسي ليه الموضوع ده حيقف الف احمر؟ قالوا يا صرف يا اخي المساله فيها تحقيق، اعتقلوا بعض الناس. انا ما عندي شغله بيعتقلوا بعض الناس، ده المجرمين رموا طياره واحده، انا ما عندي شغله، انا دار الحاجه الثانيه، انا ما دار زول بيهددني، انا دار زول بيحميني. اما احنا انتوا قصرت، انا ببين لك، اديتني فرقه، انا ببين لك انا ما عندي شغله بزول اللي بيهدد حياتي. اي زول حولي ممكن يكون مجرم. زمان قبل الحرب ده انا بتكلم، احنا اخواننا مسؤوليتنا انه نتكلم في الجيش، كنا بنتكلم في الجيش بنخونه وننتقده لحد يوم 15/4، 16/4 احنا كلنا جيش، ما خلاص المرحله انتهت، مرحلتين ما خونوا الناس، حسي ماسكا عكس الجيش في الجزيره، بايع خاين جيش، كون جيش الفلول، ما انت كده بتخون فيهم، بفتكر انه كده بيضغطوا، لا لا، هو زل في الميدان ما بتخونه، ما تعرف الشغل ده انت. فاحنا كنا بنتكلم انه اي زول في الشارع ممكن يكون شايل كلاش يقتلني، انا ما بعرف، ممكن زول امام المسجد ده تكون عنده مشكله نفسيه، سايكوباثي، ده بدسها، ده ما بتقدر تعرف انه قاتل مسلسل، ده يصلي ويقرا قدامك ويسبح، ممكن يتلفي كده يقتل الصف كله. انا ما بقدر اعرف المجنون، ما بقدر اعرف القاتل، لكن بعرف منو اللي بيحميني. ليه بقى بيعرفوا كيف؟ ملابس كاكي شرطه، هاي ما ده زول اللي بيحميني، انا بدي قروش يحميني، والدوله مدرباه ومعداه انه يحميني، وذاك لابس كاكي اخضر، ده جيش استخبارات بعرفهم، هيئه عمليات بعرفهم، جهاز امني بعرفه بالبوكس بتاعه. فديل الناس اللي بيحموني، انا دار اتكلم مع الناس اللي بيحموا صرف الناس، لكن شغاله. شوف سبحان الله، سريع سريع قبضوا الخليه، قبضوا الخليه ما زي قبضت احمد الطيب، ما وريتني الحاصل شنو. ما هو انا ما عندي شغله بيك، ما تقول لي سرعتنا في الاداء وسرعتنا في، تقال روحك شركه زين شنو سرعتنا ونوصل حمام زاجل انت؟ خلاص قبضته، انا ما عندي معك شغله، انت كنت وين؟ ايوه ده موضوع اتفتح بعد ده، ما خلاص اتفتح الموضوع. اتفتح في عطبر، اتفتح في نفتح عطبر دي وخدها قدامنا، اتفتح الموضوع، نتكلم عن القياده العليا بتاعت عطبر، اللجنه الامنيه حقتكم منه؟ الاستنفار اللي كان متحرك قبل 4 شهور، عطبره بتطلع 300,000 مستنفر ومقاومه شعبيه كل شهر، بيطلعوا بيعملوا الطوف وبيعملوا، وين الحاجات دي؟ احنا عطبره الارتكازات حقتكم 2، هسه الليله الناس قالوا الكلام ده، ما احنا قاعدين نقوله، ارتكاز ماسكين مستنفرين وارتكاز بتاع جيش، قالوا لو جيش بشاحنه فيها سلاح، فيها دبابه، دفعت 500 جنيه بتقطع الكوبري بتاع عطبره، الكلام ده الجيش الليله يسمع؟ طبعا لازم يسمع الجيش، ويحاسب، يحاسب الجيش طوالي. احنا هنخليهم، احنا ما عندنا شغله بالدوله ولا عندنا شغله بمجلس قياده ولا قوات مسلحه، احنا بنحاسب فلان الفلاني ده اللي قاعد منه في الارتكاز، ادونا اسمه وصورته، ادونا عنوان بيته ورقم عربيته، احنا ما عندنا شغله غير الزول. يا اخواننا ما تتهاون ولا تهاون وخلاص، الليله ادفع الثمن. تدفع الثمن، واحد بيتهاون، واحد نفسه ضعيفه، واحد خاين، واحد جاسوس. عادي. عادي في نص الناس. اول حاجه احنا امه الاسلام دي خطرنا وافتنا هي المنافقين، ما عندنا حاجه تاني بس كل المشكله حقتنا. القران ده كله 604 صفحه بيتكلم عن الامم السابقه، بيحكوا لنا احنا بدينا في الجزء 27 كله نفاق. الله بيتكلم مع المسلمين، ما بيتكلم مع الذين لم يسلموا. احنا في امتنا دي مشكلتنا المنافقين. عادي يكون داخل مجلس القياده خاين، ما في مشكله، ويصلي ويقعد معاك ويبكي معاك ويكون ولده ذاته شهيد، عادي بيبيع، هاي بيبيع. مشكلتنا في الخاين، احنا ما مشكلتنا في الخاين، مشكلتنا في البفجر، ما مشكلتنا في البفجر. احنا ما طلبنا منك انه انت تكون ماشي في الشارع زي المجنون تعاين اي زول تترصد حركته طريقه نفسه، الزول ده حيرمي فيني قنبله، يا ربي الزول ده لف بالعربيه كده معناه مستهدفين حيقتلني، لا لا لا, لا 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 ما تعمل كده، ما بنعمل كده. احنا بنقول احنا بندرب الزول المسؤول من الامن، بنوجهه، وصلناك رتبه لواء، انت معناه تكون مفروض تكون عارف شغلك. لواء دي يعني شنو؟ اي زول يكون عارف الرتب يا اخواننا، عميد يعني شنو؟ مقدم يعني شنو؟ انا اديك رتبه زي دي، انت المفروض تكون عارف شغلك. الجهاد ما بتستجيب لك، الفوق وتحتك تستغيل، ما في حاجه ابرك. لما تحصل الكارثه السودانيين ملوك الاعذار، حسي بكره الصباح يجونا، التحقيقات اثبتت انه في توجيهات صدت من المقدم فلان والعقيد فلان، ولكن القياده لم تلغي لها بادلا، خدت الرتبه بتاعتك وامشي بيتكم. ما في زول يجي يقول لي البرهان ما سمع كلامي، انت عاجبك البل، انت عاجبك الانحراف، دار تقعد وتقول البرهان رسلت له وبا، ويدوك الحافز ويدوك المرتب،
كل ما يزنقوك والله احنا قاعدين نوجه توجيهاتنا الله حيدخلك النار لانك انت ما قايم بشغلك. النائب العام ده اول حاجه حيمشي النار واحنا حندخله سجن هنا اول حاجه حتترفع فوق قضايا. النائب العام ما يجي يقول لي بعدين والله توجيهات من الكبير قوي او الجهات العليا ما نعاو. لا النائب العام عاجبه الانحراف ده داير ينحرف داير يجر الشارع بحجة انه امه عيانة زي ما الناس بيحكوا لك الواحد جار الشارع في شنو والله داير يشتري له محبوب بضغط ما في وظائف تاني. لا هي عجيب الموضوع بتاع جر الشارع ده وعامل فيها البيت كده متأثر وانه المسؤولية والحياة ربنا ابتلاني. لا الله ما ابتلاك الضابة الله, الله الله طيب يقبله طيبا. ابتلى امك بالمرض داير تجيب لها الحاجة الكويسة وامك ما تموت ما تموت عادي ما كل الناس حتموت لكن ما ده سبب كافي ودافع انك تجرش انت ارتن حرفي زي النائب العام والوظائف الثانية حسي ده كلنا احنا نسمين جارين الشارع الواحد دار انحرف لكن حجته والله توجيهات احنا قلنا لكن الجهات العليا اخذت مرتب الشهر ولا ما اخذته كبل لك بنزين في عربيتك دي ولا ما كبل عامل لك حرس ولا ما عامل لك عشان تأدي وظيفة مستغلة عن مجلس السيادة تجي في اخر اليوم تقول لي والله البرهان ما لم يصادق البرهان صادق وكون اللجنة قدامنا عملها خلاص اخلى مسؤوليته لكن انت ما دار تقوم به شغلك لو قايم بشغلك عبر كان نطفط لو قايم بشغلك المحاكم العسكرية عبر كان القوات المسلحة نطفط والخلايا نطفط سنة كاملة ما قادر نضيف لي فرقة عندكم كم عسكري انتوا في عبر انا ما قادر نضيفهم عندكم كم كده دوني تكشف بتاعكم كم عسكري انتوا هسي بلايف بنضيفهم معانا كده بنفرزهم ما معانا بنفرزهم احنا اخواننا حنستغل الموضوع بتاع عبر شهداء دل في عبر دماؤنا الغالية دي الدماء دي بالمناسبة حتكون سبب في تطهير عبر اي زول مسؤول من الملف الامن على العبر يخط لنا اسمه قدام ارجعنا ارجعنا احنا الشعب السوداني والمقاومة واهل الشهداء ارجعنا انتوا قلتوا لنا امنة البلد امنة شلتوا عربون من الناس دل فتحتوا لنا الصالة بعربون مشوا ناس الكهرباء دون تصريح انه حنعمل الفاتورة دون تصريح معناه الجهة الامنية عارفة معناه الدولة عارفة معناه الوالي عارف قائد الحامي عارف صح وقفوا في الباركن برا جابوا ناس المرور الدولة عارفة جابوا الفطور بتصريح ودخلوه في الشارع وقطعوا بالكبري من الاسترتكازات الدولة عارفة في فطور لكن بعدين تجي تقعد طارق ولا غضاء وغدر لا لا ما في كلام زي ده لا 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 ما ترمى في الله لا 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 بعدين نديك مرتب اي وكرسوا غضاء وغدر احنا مشغلينك هنا ليه مغضاء وغدر عندنا لجنة امنية في الولاية ليه غضاء وغدر ليه عاملين ارتكازات وتفتيش ما تقعدوا ساي خلاص احنا كلنا نقعد نوقف الكوكب ده غضاء وغدر ربنا غاض الحاجة خلاص غضاء وغدر انك تعمل الحاجة الصح ده القضاء ذاته فاحنا موضوع عبر ده من الليلة دي احنا بنفتش في دخلة الدولة كان الموضوع بتاع المقاومة اخذ له استكانة كده والموضوع بتاع الاستنفار اخذ استكانة واحد اثنين بسم الله الرحمن الرحيم احنا عدونا منه في السودان الدعم السريع اي زول تاني استعد لنا زول في الدولة دي احنا بنبلك انت احنا اخواننا نعرف المسائل ونخط الحياة في حتتها نتبنى التعريف احنا عدونا منه الدعم السريع ومن يوالي الدعم السريع هناك حاجة سلام عليكم كيف اخبارك شلطية كيف احوالك كيف مع الصيام ربنا يتقبل منكم احنا عدونا الدعم السريع ومن يوالي الدعم السريع لما السيد القائد ياسر عطا قال يا اخي في الدولة فيها عرقلة في الاجراءات وضرب مثال بقانون الامن اللي هو اجازه قبل شهرين ولم ينفذ احنا بعد ده عرفنا المشكلة بتبدا من وين انت طالع من مجلس السيادة الزول في فريق اول ياسر وانت طالع منه لفوق وراك يعني او نازل منه لتحت بتمشي للوزارات المفروض تتابع ياسر عطا كلامه ما بيمشي في الميدان معنا ياسر عطا في مؤسسات الدولة كلامه ما بيمشي فالعراقل دي احنا الليلة جات الفرصة انه نكتشفه ونعرفه منو اللي بعرقل منو اللي بوقف منو اللي ما بيحاسب وما خلي الناس تحاسب من هنا لحد الجمعة لازم في رؤوس تطير من هنا لحد الجمعة في موضوع عبر ده في رؤوس في الدولة كلها تطير افرشوا لنا الكتاب ده توجيهات بتاعت القائد العام ما قاعد تنفذ ليه منو اللي بيمنعها احنا بنقعد نحارب في ناس مشوا قاعدوا مع الدعم السريع مضوا اتفاق انا ما عندي مشكلة مع خالصي ما عنده مشكلة مع حمدوك خالصي لك مشهد حالف مع العدو وراني وشه خلاص خالصي لك قال لي انا دعامي انا اعمل لي شنو خالد كفته يعني وتعالى النائب العام انت هسه 7 شهور خالصي لك قاعد مع الدعم السريع ما قدرت تفتح فيه بلاغ انا داير اعرف ليه من هنا الناس اللي معانا في التلفزيون بيتابعوا فريق الاعداد السلام عليكم يوم الجمعه انا طالع اسال السؤال ده اسال النائب العام اسئلتكم اللي انتم بحضرنا ليه خلوها بجنبها انا جاي اسال النائب العام احنا في شنو خالص لك ماسكوا عليكم ما بتفتحوا فيه بلاغ بيتين الزول يحاكم بقضيه الخيانه العظمى معناه في تواطؤ ما في اي سبب خالد سيلك لو فتحنا فيه بلاغ يا صرفه ممكن يصعد الموضوع حيصعد يعمل شنو حيكلم بروكس ما كلمه ولو خالد دو ومحمد دوك احنا ضغطناه المجتمع الدولي وامريكا ممكن ينزل علينا عقوبات ما صنفونا
صنفونا احنا بنحمي في بيوتنا، قالوا لنا انتوا ارهابيين، خلاص صنفونا. تاني خالد ممكن يحصل شنو؟ ما انا اخسر ميتين ابو خالد ذاته، انا دار اخسر خالد ليه؟ انت وريني انت شايف بها زاويه يا وزير الخارجيه، وزير الخارجيه الزاويه شايف بها دي، والبرهان الزاويه شايف بها، وياسر عطا الزاويه شايف بها، كباش الزاويه شايف بها، فيها مشكله الزاويه حقتهم. انا حوريك مشكلتهم حس وحعالج الان، اذا اصروا يمشوا فيها يبقى هم لا فين قدمهم. كلهم اي زول في البلد دي، احنا الدم اللي يراق في البلد دي لازم زول يتحمل المسؤوليه. قصد عفو الله والموضوع احنا في حاجه غير نوضحها. الان لما تكون عسكري تتعامل بخطه سياسيه بنقع في المشكله. العسكريه هي انتصار وهزيمه. يعني ياسر عطا ده ما يشوف قدامه يا احنا قتلنا كم دعامي الليله او فقدنا كم شهيد، غير كده ياسر ما مفروض يتكلم. كباشي ذول عسكري قياده فريق اول في غرفه السيطره والقياده، ده مفروض كباشي كلامه كله في العسكريه يكون كله كلامه الان احنا كسبنا موقع وخسرنا كم مدينه وحنستريد كم مدينه والخطط. اما الكلام بتاع انه اول من العسكري لابس كاكي وفي المرحله دي الان تفكيره حيخش في انه والله الضغوط الخارجيه ما في زول ما عارف انه البرهان مضغوط. يا اخوانا لو ما في زول عارف نوريكم البرهان ده والله مضغوط ضغط اقسم بالله مبلول بل لما مؤامن، ربنا يعينه في موقعه ده. طبعا احنا ما بنشمت بل بالعكس بنقول له احنا معاك اعمل الصح لنا. كباشي مضغوط لما مؤامن، ياسر عطا مضغوط، اي زول في الجيش ده في القيادات مبلول شيطان. ده المره دي هم معركه حياه او بقاء، زمان كانوا بينزلوا معاش، كانوا بسفروهم وبقوا سفير، كان بده منصب ما عارف في البرلمان، بده رئيس لجنه، كان بده وزير الدفاع طرديه، بسفروه ما عارف ملحق عسكري في افريقيا. المره دي الشيطان خطون يا هم عادوا بالسودان ده يموتوا، نازي مبلوله باللجن. هسه اللي بيحصل في المدني ده ما ضغوط داخليه، ده ضغوط خارجيه. ما هو ذاك الكنارو يا هو ذاك الكوبري 13 كيلو من مدني شايفينها احنا. المانع الجيش يمشي مدني منه؟ زول من برا ما من جوا. صرف استعدادات لكن في ترتيبات. انا الكلام بتاع الجيش ده عشان ما اسب لكم، ما في زول يقولوا لي ثاني. انا عارف في شنو في مدن، انا عارف انا محاصر مدن. انا لحد يوم الجمعه ذاتي عندي رايب بالمناسبه، ما هو انا ما حقعد عايم في الجيش كده. لحد يوم الجمعه حنقول للجيش والله يا اخواننا مشيتوا مرحبا، ما مشيتوا احنا حنخش مدن مقاومه شعبيه ومستنفرين ومقاتلين ومجاهدين، خلوا جيشكم ده قاعد برا، ما عندنا شغله ننتظر تعليمات. لحد يوم الجمعه احنا الكلام ده حنقوله حنخالفه كله. احنا قلنا الجيش معاه في حاله هجوم، في حاله كما كنت وانسحاب الجيش ده ما بقودنا، بقودنا في حاله الهجوم بس للدار النوم. لكن لحد الجمعه بنرى المساله في ضغوط. ايوه في ضغوط يا اخوان، بيحصل في مدني بيحصل على القياده. لما تكون سياسي وتتصرف التصرفات دي انا اقبلها، لما تكون عسكري وتتصرف التصرفات دي انا ما بقبلها. يعني اللي بيحصل الان في دماء الشعب السوداني والتهاون في دماء الشعب السوداني وتنفيذ العداله ده لانه في جهه خارجيه ضاغطه، ولانه في عسكري لابس كاكي قاعد يفكر سياسه. ده ما شغلك، قلنا اعملوا حكومه بتاعت طوارئ، ابيتوا تعملوها تتحملوا المسؤوليه. انا ما بعرفكم، انا حسي تاني حلول ما عندي لك. لما وقت الحلول جينا قلنا تعملوا حكومه سياسيه، حكومه طوارئ بتعرف تتعامل مع القرارات السياسيه والضغوط البرة. لما نجيو الجامعه العربيه وتجيو الفصل السابع وتجيو الامم المتحده كسياسي متمكن حكومه مدنيه بقدر اتعامل معها، بفصل الشغل العسكري. برهان قال ما بيفصل. سعادتك يا احمد تقول لك رئيس وزراء سريع كده يضاير لك الدنيا، قال لا انا بتم الشغل برايا انا الكاهن. قلنا لو خير وعديله وزين، دماء الشهداء في عدبر ديل دايرين حقه نسي. لما لم تسوي لها الطريق؟ قبل الله ما يسالك السؤال احنا بنسالك له في الدنيا، لما لم تسوي لها الطريق؟ عدبر مالها؟ ليه ما امنتوها؟ وين الجهاز بتاع التشويش؟ احنا عندنا بازار في مدرمان وفي اجهزه التشويش وكده، احنا حملنا المسؤولين للسيد الوالي خاطبناه مباشره، السلام عليكم السيد الوالي كيف اخبارك؟ دايرين لنا جهاز تشويش. وتكلمنا مع القيادات بتاعت الجيش وصينا فرحات ود العمده وبيمشي هنا وبيمشي كرري، قالوا لك شنو والله بيجابوه ايوه قاعد مركب جاهزين ايوه. كل الاسباب احنا بنعملها. بعد الدعم السريع مستهدف البازار، مستهدف المواطنين، مستهدف السوق، دي 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 ده هو طبيعته، هو ما دار يستهدف، هو ما دار ينقل المرحله بتاعت المعركه لحته ثانيه. اللي بيحصل الان في السودان ده دار نركز في الكلام، انا بحمله للقوات المسلحه وبحمله لقاده القوات المسلحه. ارتدوا الزي العسكري والان الحسابات هي تضريبات ميدان، طرح وجمع. العسكريه فاهم الكلام اللي بقول فيه، الميدان الان طرح وجمع، عندهم كم مشى؟ عندهم كم 40 دليل؟ عندهم كم ار بي جي؟ واحنا عندنا كم؟ نجوم بالليل ولا بالنهار؟
الجو كيف يا اخوان؟ معركه بتحبوا تقاتلوا الساعه كم؟ 2 3 دي معركه الميدان، دي حسابات الميدان. لكن لما نيجي نقول له والله المنامه راينا في المنامه انه هي حتكون جامعه وامتداد لجده، ده ما كلام ضابط. لما العقليه الضابط تعال للكرسي بتاع البلاستيك الاسود، كرسي الجلد الاسود، عقليه الضابط الان تتكلم معي انه احنا والله لو هبشنا حمدوك الموضوع ده حيصير لنا العالم. الضابط ما مفروض يقول الكلام ده، ويبقى الموقع ده ما حب. احنا هنقعد نعاين والله الاخطاء لا لا الاخطاء دي تعالج، وكل ما انت تخطئ وخطا احنا والله مطالبنا بيزيد. بالمناسبه مطالبنا قاعد تزيد وضغطا عليكم بيزيد. هسه عبره دي حتكون اخر حته تحصل فيها الحاجه دي. الدعم السريع بالمناسبه حينقل المعركه الان من المواقع العسكريه والتفجير لاستهداف المدنيين. ما عنده حاجه هو يعمل. الهدف الاساسي انه السودان يتعطل، الهدف الاساسي انه المواطن السوداني يموت، الهدف الاساسي انه الناس تلجا وتخلي البلد دي. حيبارونا زول زول في الشارع. وقلنا الكلام ده بدري، وقلنا ترتيباتهم حيعملوها، حيستهدفوا المدنيين، حيستخدموا الطيارات المسيره، حيسووا. احنا حنصمد حنصمد، احنا صامدين. انا اللي خلاني هسه استعجل في اللايف واطلع تصريح، يعني تصريح عشان الخطر ده الناس المفروض تتصدى له. تصريح تصريح أستاذ رش عوض الناطق الرسمي باسم تقدم. تقدم الليلة ماتت. تقدم الليلة التجمع الاتحادي حقهم ده الفيه بابكر فيصل، والفيه محمد الفكي، والفيه جعفر صفا.